هنقول الله أكبر، هنقول إيش معنى الله أكبر؟ ما نقول أي حاجة تانية. أوعى تدخل الصلاة وفي في حياتك أكبر من ربنا، على الأقل الوقت ده أكبر في حياتي الله أكبر من أي شيء في الدنيا. ترفع إيديك كده كأنك بترمي الدنيا ورا ظهرك. قلت الله أوعى تكون كذاب، أوعى تقولها بلسانك وفي حاجة تانية أكبر، الله أكبر. طيب دخلت أنت الآن في لقاء مع الله، في لقاء مع الله هو ينظر إليك الآن، يعني لو التفت هيقول لك أإلى خير مني؟ لقيت حد أحسن مني؟ عشان كده أنا واقف مؤدب، وعشان كده بصلي واقف مش بصلي قاعد، لأن أنا قدام ربنا. يا بس بص الرمز ده كمان، هي الصلاة فرضت فين؟ في المعراج والنبي في السماء، مش كده؟ طب إيه الرمز اللي في كده؟ كأن ربنا بيقول لك ممكن تعرج إلي في أي وقت بروحك وانت بتصلي. الرمز هنا رمز قرب من الله، إنها جت في المعراج. ابعت روحك إلى الله، اقرأ الفتحة، هو بيرد عليك بتقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. بيرد عليك بيقول لك حمدني عبدي. بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. حاضر، يلا بقى ايه اركع. هتركع تعمل ايه؟ قول الله اكبر. ليه؟ عشان تفتكر صلاة زي كده. لا دي صلاة مختلفة، دي طاقة. ركعت قول سبحان ربي العظيم. خلي بالك وانت راكع كأنك بتقول له ولا يمكن حنزل ظهري كده لحد اللي انت، محطاتي لحد إلا أنت يا عظيم. وقولها ثلاث مرات عشان تثبت في قلبك. ارفع. أقول إيه بقى؟ الله أكبر. لا قول سمع الله لمن حمده. طب ليه ما أقولش الله أكبر؟ أصل هنا في نعمة حلوة قوي لازم تشكره عليها، فرد ظهرك. كان ممكن يخلقك زي كائنات تانية موطية على أربع، فرد لك ظهرك، حرر لك إيديك. سر الحضارة كلها إن إيدينا محررة، إن إيدينا بتتحرك تشكل الأشياء. يا بعد ما حمدته انزل واسجد، انت قريب قوي. اطلب بسرعة. يعني ايه اطلب بسرعة؟ اطلب اطلب. ايه مشروعاتك؟ ايه اهدافك؟ ايه احلامك؟ يعني اطلب حاجات في الدنيا؟ ايوه انت قريب قوي، اسجد واقترب. هو اللي بيقول كده، انت قريب قوي. انت روحك في المعراج الان، معراج الروح الى الله. سجدت، بس السجدة عايزة مرتين عشان تحس بحلاوتها. خلصت؟ يلا بقى هنقعد التحيات. التحيات اللي احنا بنخلصها بسرعة دي؟ لا، حي ربنا اشكره. تحيات لله، شكرا على اللقاء يا رب. الصلوات الطيبات المباركات لله، كان لقاء جميل قوي في القرب منك يا رب. وبعدين تقول السلام عليك أيها النبي. انت شايفه؟ لا انا شايفه بأخلاقه، انا شايفه برحمته، انا شايفه بحبي لي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، انت تستحق السلام، انت بقيت حلو بالصلاة دي. وعلى عباد الله الصالحين، كمل بقى صلاتك وسلم. هتخرج ازاي من الصلاة؟ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أيها العالم، لك مني السلام بعد الصلاة.